مع المائية في الأرياف والقرى التونسية. القضية في القضية معنا على الخط سي قيس بن عبد الفتاح، مدير فني بمجمع تنمية مياه الري بالمنستير. مرحبا بك سي قيس، صباح النور. عايزك صباح النور مدام ليليا. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله عيدكم مبروك، ونحب نتقدم بالشكر للإذاعة الوطنية على رأس السيدة ليليا على قبول الدعوة وتمكين فئة من الشعب التونسي. مرحبا بكم الإذاعة الوطنية على ذمتكم لنقل يعني مشاغل مختلف الفئات. أنت اليوم سي قيس تمثل نفسك وتمثل زادة مجموعة من المهنيين اللي عاملين في المجامع المائية ولا الجمعيات المائية. قبل كل شيء نحب نعرف التوانسة بالجمعيات المائية هذية، شنو هي، شنو طريقة عملها، كيفاش يتنظم العمل هذية، وين تتوزع اليوم في الجمهورية التونسية؟ المجامع المائية هي نعم. معنية توزيع المياه. تتكون أي سير المجامع المائية هيئة مديرة منتخبة من كل بلاصة فيها الماء، معناتها فما هيئة مديرة هي لسير المجامع المائية، ومع الهيئة المديرة ديكا يوجد مدير فني في طريقة تحسين توزيع المياه وموزعين للمياه. هي في تونس ثم 2700 مجمع مائي، فيهم 1400 مجمع تعنى بمياه الشرب، وعندنا 1300 مجمع تقريب المياه السقوية، البعض على الأبر السطحية والأبر العميقة، ونسبة كبيرة من 1300 هذوكم على السدود. نعم، يعني مهام المجامع المائية اليوم تزويد التجمعات السكنية اللي موجودة في الأرياف بالماء صالح للشراب، وإلا تزويد المناطق الفلاحية بالمياه الري. بالمياه الري. ومنين مصدر المياه هذية؟ بالنسبة للمجامع المائية الأغلبها على السدود، وفما البعض منها موجودة على الأبار السطحية والأبار العميقة. نعم، وطريقة التنظيم هذه في بلادنا عمرها سنوات اليوم. سنوات. نعم. هاي. نحكيه على قدش من عام؟ نحكيه من عام 98 بدأت المجامع المائية هذه في الخدمة متاعها توزيع مياه الري. باهي اللي ترأسها ديما هو يكون فلاح منتخب ولا مواطن من فئة معينة من العباد اللي موجودين في البلاصة اللي موجودة هي. هي بدأت على شكل جمعيات بين الأهالي بين الفلاحين وتطور التنظيم متاعها. اليوم كيفاش تتنظم إداريا وشنو علاقتها مع سلطة الأشراف اللي هي وزارة الفلاحة؟ زيد فسرنا. المجامع المائية هذه عندها تخضع للقانون الأساسي مقتبس من مجلة المياه، وتعمل عقد مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في الجهة، وتأخذ الماء من عند المندوبية وتبيعه للفلاحة متاحة الموجودين في المناطق الصقوية المعنية. نعم، دونك تنظم العمل متاحة مع المندوبيات الجهوية للفلاحة بأنه أنتم موجودين في المستير، في جندوبة، في سيدي بوزيد، في المناطق اللي فيها الأرياف ممتدة وفيها النشاط الفلاحي يتسع. بهي شنو هو الوضعية اليوم؟ الوضعية أنه احنا نعيش جفاف، دونك فما قوانين جديدة تنظم قطاع مياه الري ولا المياه الصالح للشرب، هذا اللي خليكم تقولوا اللي بعض المجامع في أزمة. شنو هو ملامح الأزمة هذه؟ باي احنا نحب نقولوا حاجه، اللي الدوله ماشيه في تنقيح مجله المياه واعاده صياغه مجله المياه، وهذا احنا ما دخلناش وما شاركناش وما شاركوناش في حكايه مجله المياه. اللي نقراوه سطحيا انه مشكله المديرين الفيين واعوان الموزعين للمياه ما تجبدوش في حتى بند من بنود هذه المجله. احنا عندنا مشاكل كبيره مع مجامع نتاعنا راجع علينا بالنظر. من الموسم الفلاحي 2016-2019 وهذه المجامع تعاني من عدم القدرة على إيفاء تعهداتها المالية تجاه العاملين بها. نعم. جراء سواء من أجور أو تغطية اجتماعية، حيث أن أغلب هذه المجامع تتمتع بكميات ضئيلة من المياه. هوني نحب نقول لك أني قبل 2016 كنا ناخذ الماء من عند المندوبيات الجهوية التنمية الفلاحية على حسب طلب من الفلاح، كنا ناخذ مثلا كالمجمع اللي فيها آنيس، باش نجمع فيك أرقام صحيحة، كنا ناخذ مليون متر كوب ماء من المتر من الماء نتوزعها على الفلاحة هذه، كانت كمية تفي باش تغطي أجور وخلاص اللي يخدموا الكل في المجمع من فنيين من عملة. نعم، المالية متاع المجمع هذا من 2016-2017 ولينا نخدموا بالكمية من مليون متر كوب ماء كانت تعطي
المندوبية مكسب كبير في احنا ناخذ في 100,000 متر كوب ماء ونبيعوا فيه بطريفة ما تقابلش مع الخطر. نحن عندنا ميزانية تمشي الميزانية دي ومداخل نتاعها هي كان الماك هو ولات الميزانية ما عادش تفي بالغرض باش خلاص أجور والأعوان. قمنا في مرحلة أولى بجمع عديد من المديرين الفنيين والأعوان وتوجهنا إلى وزارة السلاحة لمقابلة السيد وزير السلاحة وباش نقول له راه عندك فئة من الشعب التونسي تخدم لمدة البعض فيهم عنده 20 عام، بعض عنده 15 عام، بعض عنده 3 سنين، بعض عنده راه الفئة من الناس هذه مش قاعدة تخلص. ما نجمناش نقابله السيد الوزير، عقدنا جلسة مع المدير العام لدار العامة للهندسة الريفية السيد عبد الحميد منجة وقلنا في الجلسة هذه أنه مش يحدد لنا جلسة مع السيد وزير الفلاحة من نهار 20 تقريب نعم 20 المهم عندها مدة اي عندها بيه. مدة من نهار 20 دونك اذا كان نزيدوا نفسروا اليوم مشكلة المجامع المائية نقص التزود بالمياه القرار هذايا خلى اثر على المداخيل نتاعكم تقولوا انه 66% من المداخيل ماشية للمصاريف المباشرة ومصاريف الصيانة. نعم بالضبط، الى انه وصلنا ل 2000 الموسم الفلاحي 2023 2024 السيد الوزير قرر باش يقص الماء جمله على المناطق الصفويه، معناتها عدينا عام ما فيش ماء جمله واحده من جوان من جوان 2023 الى يومنا هذا. هذا بسبب يعني نقص المياه الجوفيه القرار هذايا اللي خلته الدوله. مياه 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 السدود، مياه السدود نحكي على سد مثلا نبهانه في القروان. نعم حسن التصرف في مياه السدود، معناتها شنو الاطار نتاع القرار هذايا؟ هذا وزير الفلاحة ووزارة الفلاحة قررت باش تقص الماء على المناطق السقوية العمومية الموجودة في ولاية قروان، ولاية سوسة، ولاية المستير وبعض منها في ولاية المهدية. هذا خلى المجامع المائية توصل لحالة حرجة مادية. الكلها وإلا فما أرقام، أنا عندي رقم يتحدث على 80 جمعية معطلة وفما المئات اللي في وضعية صعيبة وفما جمعيات اللي تخدم بشكل طبيعي. لا الجمعيات اللي على السدود الكل براتيكومون ماهيش قاعده تخدم. نعم اللي قاعده تخدم توجيس الجمعيات الموجوده على الابار السطحيه ولا الابار العميقه. دونك هذايا بالنسبه لكم انتم عمل مشاكل، ديون متخالده بالذمه عند ستيك، عملاء ما همش قاعدين يخلصوا، قداش عندهم تقريبا؟ فما اللي عنده 10 شهور، فما اللي عنده 8 شهور، فما اللي عنده 3 شهور، وانت وشنو قعد شويه فلوس في الميزانيات نتاع المجامع المائيه كل جمعيه وكيفاش؟ نعم انا باش نرجع لك للنقطه هذه نتاع المطالب الاجتماعيه، ولكن خلينا نتفاعلوا شويه معاك سي قيس بن عبد الفتاح. المنشات المائيه ايضا تتعرض للاعتداءات، احنا في البرنامج هذا وصلتنا برشا شكاوى من المواطنين يقول لك نخلص في الجمعيه المائيه ندفع في الفلوس وما فماش الماء، الماء دائم الانقطاع. شنو اجابتكم على التشكيات هذه؟ الاعتداءات، صيانه الخطوط مياه الجمعيات، وايضا الماء اللي ماهوش قاعد يوصل برشا مناطق رغم الخلاص. باهي مدام ليلي انا نحكي لك على مجمع الري راهي هي معطله تماما من عندها عام كامل ما خذتش ماء وما خدمتش جمله واحده دونك اللي هي في المجال الفلاحي. نعم اي الموازنات الماليه نتاع المجامع فرغت وما عادش الجمعيات تنجم تقوم بايفاء مستلزماتها ضد خلاص اجور الاعوان والمديرين الفنيين نتاعها. هذا شنو خلى يعني؟ انه المديرين الفنيين قاعدين يتفرجوا بركه طونك ولا تم اعتداء على المنشات المائيه ولا الناس تسرق في الحنفيات تسرق في العدادات تجهيزات ثم بناءات حتى عشوائيه قاعده تتعمل في المناطق التقويه العموميه على ديزوفراج على هذا الكل كي جرى شنو جرى ان الاعوان اللي تخدم والمديرين الفنيين اللي يخدموا ولا هما بيديهم معنا مكسب تنظيم العباد مش قاعده تخلص في شهرياتها هكا. نعم يعني اليوم الوضعيه الاجتماعيه بالنسبه لكم حرجه، شنو المطلب الاساسي؟ هو تراكم الديون والبطاله بالنسبه للفنيين؟ احنا مبدئيا يا مدام ليليا نقدموا بنداء لسياده رئيس الجمهوريه وعندنا فيه الثقه انه يتدخل في الحاله الاجتماعيه اللي عايشتها اعوان ومديرين فنيين المجامع المائيه. نحب نقول له راهو فما اعوان حتى كباك وحليب ما عادش نجم تشري صغار وناس بنات حياتها على شهريه، بنات حياتها على حسابات تتخذ في شهريتها باش نجم تعيش عائلتها، صبحت اليوم ل 8 شهور و10 شهور و3 شهور ما عندها باش توكل صغارها وما عندها ما تعمل حتى شيء. وراهو اذا كان اليوم ما تعطيناش باش تخلص شهرياتنا راه غدوه حتى منطقه تقويه مش ترجعها تخدم، راك تصرف عليها مليارات وقاعده مش تترق، قاعده البناء قاعد يتعدى على المناطق التقويه والى اخره. نعم ان شاء الله وصلنا صوتكم، شكرا لك سي قيس بن عبد الفتاح. انت مدير تفضل.
نشكرك برشا مدام نيلي، نحب نزيد نعرج متاخر هو نعم. فما احنا تصلنا عديد المرات بالمندوبيه الجهويه اللي نحن نعتبرها تقريبا المباشره لنا، نعم الخط الاول معاكم في التواصل. نعم صعيب تصعب علينا التواصل معها برشا، لكن بعد جهد جهيد نجمنا نقعد مع المندوبه وتحكينا المندوبه اني قامت بمراسله للولايه. نعم هذه كل هذه كل تفاصيل المشكل، ازمه اجتماعيه ازمه اقتصاديه للعمال والفنيين في المجامع المائيه اللي هي مجامع الري متوقفه على العمل، تم الاعتداء على تجهيزاتها، ناس عندها فوق 6 شهور ما خلصتش، وضعيه ضبابيه. احنا كل الاشكاليات هذه اكيد باش نهزوها في الاذاعه الوطنية لوزارة الفلاحة ونحاول نجيب لكم الرد عن المسؤولين عن ملف المجامع المائية خاصة اللي تعمل في مجال الري المجال الزراعي والفلاحي. شكرا لك سي قيس بن عبد الفتاح مدير فني بمجمع تنمية مياه الري بالمنستير.